صباح الخير، كي صبحتوا؟ لبس عليكم، غادي نوريكم غير واحد اللقطة. شاد خدامة كتعدل لنا الفطور اليوم سبيسيال، اليوم داكشي ديال المطاعم. المهم على قلت لنا بويضات، شوية البلاطانو، شوية لافوكا، والفطير ديالنا غادي نشاركوه معاكم كل نهار ورزقه. المهم حبايبي، الفطور ديالنا هو هذا البلاطو، هذا ديالي انا، هذا ديال الشاهد، زدت عليه شويه ديال القرفه، القهوه ديالي لان انا سست عليها شويه ديال القرفه من الفوق، خبيز عندي طوستاده، حمصت شويه ديال الخبز الفران، تميره، جبينه، شويه ديال الحلوى، اللهم ادم نعمه وحفظها من الزوال. ودائما دائما كنبداو بالصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا محمد، ونهار جديد وبداية جديد. المهم السلام عليكم بعدا. المهم حبيبي، لقيتوني واحد الصباح، هذا واحد الصباح ما نتمناه لكل حبيب على وجه الدنيا. المهم هاد الديكورات هادو في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نعدلهم معاكم. باقين هنايا، هنا لحقني واحد الباكيتي من شيئين، ايوا قلت ما غادي نفتحو حتى نفتحو معاكم ان شاء الله بحول الله. نشوف شنو هنا كاينه باش اللي بغى يستافد، ويكون تاخذوا واحد بحال اللي كنقولوا واحد هذا. ديال المنطق كوش. المهم هذا المنطق. شي حاجه انا غادي نفتحها نشوف شنو هي. المهم هذا المنطق اللي كنت عملت معاكم ديك النهار، عاد وصلوني هادو ديال الميسيدات، هما عاد وصلوني عليها، واخا كنت عملتو ولكن ما خليتوش يحيد، قلت الحاجه قالك الله يرحم من دار شغله وتقنوه. المهم نيونين، ها هما هادي، حنا طالبين الحاجات وما عارفينش شنو طالبين. ها وسي لا غير. المهم هنايا هاد بحال البلاطو هذا مزيون، ولكن حنا كنا طالبين ثلاثة يخدموا شي معقول. ترى غير نطلبو هاي نقول يا سير يزور انت برو اللي كنظنش. لا هنايا هادي الباطة ديالي، هادي خرجت لي فنة كتسخن وخفينة رقيقة، وجربت ندي واحدة اخرى صفات اسوق لا باقي ناقصين. المهم هادي هادي شوف دايرة بحال بيستيديتو، حتى هي واعرة الكميمات ديالها عاود هيدا، والله الا فناشة الطاولة ديالها. ميراخ ايوا وغليضة، غزالة 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 غزالة. المهم عاد ورات لي بنتي كيفاش كتمشي بالبوطونيس هيدا، يعني باش ما كيجيوش باينين العينين ستيت وينها هما. من بعد نقيسها معاكم ان شاء الله حتى هي. المهم هنايا عاود الحوايج ديال الدار، الباطات اللي شفت فنين عندهم، والمهم عي ما تديو شي قل من 15-20 الاورو، يعني الكاليدر كيرتفع على حسب الاثمنة. هنايا الشاد حتى هو ديتو من عندهم، هذيك الشدوده اللي من هنايا مزغوطين مخيطين من هنايا، تا هو ديال لي كرا يعني اللي ما كيزلقوش مزيون. وديت من عندهم السراول ديال الدار، اي على كاليدات. المهم ديت هاد السراول هادو هما فنين فنين، قسما بالله الا فنين، ورو طابرو والله الا لا غزلان. ديت من عندهم وحدين اخرين ديك النهار خرجوا لي فنين. هنا ديت ثلاثه ديال الكولوريس، ديت الكري وديت الكري هذا وديت هذا، ها هو يعني للدار تعمليهم مع شي صودا دايره ولا هذا. المهم اذا هذا هي راه تميلو البديده يلا صافي. المهم
غادي نجمع هاد الصخيره اللي جات وغادي نوري لكم دابا الباطا كيفاش جات. الباطا فناه بغيتو تبيديروها غير على هادي ولا الاخرى الشكل ديالها ولا حتى الطاوله ماشي طويله كتجاجر كتجي كلك سوا ديروها مع اي سريوال يعني ولكم حريه الاختيار. مهم حبايبي اليوم النهار ديال الزربه ما شاركتش معكم الغداء كيفاش طيبتو ولكن كوم انا قلت هنا عملت كفته بالبطاطا يعني راه سبق لي منزلتها عملتها في هاد الجميله وهنا عملت شويه ديال الزعلوك. المهم على الطريقه القديمه ديالنا في التويكرا هذه هي الغداء اللي غادي يكون ان شاء الله بحول الله غادي ناش ليضه وغادي نشارك معكم يعني الشغل اللي غادي ندير في الدار والصلاه على النبي. هنا خليت الغديوي كيطيب على خاطرو قللت عليه العافيه وخليته ودخلت نعدل الشغيول ديالي في وسط الدار. بديت بهاد البازوه الاولاني غادي نحيد له انتهت المهمه ولا انتهت الصلاحيه ديال هاد الوريدات اللي كانوا فيه. هاد الوريدات كانوا من عند اعز انسان على وجه الدنيا بنيتي هي اللي كانت عدلاته في واحد الوقت ودابا بغيت نبدلو بما اننا حنا في الخريف وعلى ابواب الشتاء قلت غادي نبدلو ولكن ارتكبت واحد الخطا هو انني ما شريتلو شي الصبيغه كان خصني نبدل حتى اللون ديال ديك الموف اللي لتحت فقبل كانوا عندي طلامط في الموف وبزاف الحاجات وبدلتهم كان خصني نعمل له اما البنتوره هيدا مذهبه ولا شي حاجه ولكن ان شاء الله بحول الله انا حطيته في راسي وغادي نعمله ان شاء الله شويه بشويه. عندي بزاف تغييرات والله العظيم عندي بزاف الحاجات اللي خصهم يتبدلوا ولكن دقه دقه بشويه بشويه وعلى حسب الاستطاعه وعلى حسب المقدوريه ديال الانسان هادشي اللي كاينه ولكن عجبتني النتيجه في الاخر واخا يعني في الدار كاين اللي عجباته وكاين اللي ما عجباتوش ولكن انا عجبتني لان عملتها بيدي ودائما كنقول لكم الحاجه اللي كتعمل اليد كلها كيفرح لها القلب وكتحس براسك راه انت عملتي شي انجاز. دابا غادي نعمل هاد الوردات هادو اللي هما الكولور ديالهم كيمشي ما بين المارون او القهوي بحال اللي كنقولوا حنا في الشمال والخضر يعني لون خريفي بامتياز. المهم انا حاولت نشكل من هيدا ومن هيدا من غير اللوايه اللي كان خصني الكولور ديالي يجي شويه ما يجيش بارد خضر خضر ولكن ما عندي ما نعمل ما صبت شي مره اخرى ان شاء الله عيني على السوق. ايوا هادشي اللي كاينه باقي عندي بزاف ديال الحاجات اللي خصني ندير ولكن خصكم شويه بشويه غادا دقه كل حاجه عندي مشريين كل اللي ناقصين كنتسنى شي حاجات اخرين باقي ما وصلوليش باقي ما تعدلوش وحنا غادين هذه هي الدنيا. المهم حبايبي كان هذا هو الشكل النهائي واخيرا بدلتو هاد الباص هذا كانت بنتي كدير داكشي ديال عمليه يدويه مانواليدات هنايا وكانت دارتو هي شحال هذه كل نهار كنقول غندير عليه شي تغيير. المهم هذا هو التغيير اللي عملت مع المده ان شاء الله غادي نبنتر له ديك الباز اللي تحتاني نحيد ديك الكولور لان في قبل كانوا عندي المويبلات كاملين تقريبا في هذا الكولور هذا دابا كاين تغيير من بعد ان شاء الله غادي نبنترو. دائما المسند الرسمي ديال الفريكو انا منزله في الطريق. المهم هادشي اللي كاينه وهانتوما معايا واخيرا انتهت المهمه الباز رجع لبلاصتو الدار سكسفت عليها جففتها مسحتها من الغبره نقيتها بحال دائما عطرتها ضربت لها جفيف وغادي نلتجأ دابا للكوزينه غنعمل واحد الكيكه هيدا المريندا خفيفه ظريفه بواحد المكونات اللي موجوده عندنا في الدار دائما. المهم هي كيكه يوميه غير الاختلاف اللي كان فيها هو انني عملتها في اللاطا ما عملتهاش في المول. هنا عملت ثلاثه البيضات شويه ديال الملحه وواحد الكاس الارب ديال السكر وغادي نضربهم بالطراب الكهربائي مزيان حتى غادي ينسجموا مع بعضياتهم والمواد الاخرى غادي نزيدها تدريجيا شويه بشويه. عندي هنايا فانيليا سائله ثمن واحد المغرفه هيدا كبيره وغادي نزيد الكاس ديال الزيت شويه بشويه تدريجيا وغادي نزيد حتى الكاس ديال الحليب
والطحين ما غاديينش نضربو بالضرب الكهربائي، غادي ندوزو غير بسباتولا او لا بطراب يداوي، المهم عينكم ميزانكم. ادات لي انا جوج الكيسان ديال الطحين، لكن النوعيه مزيانه، دائما الطحين على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب النوعيه. المهم هنايا عملت الكاس الاول دوزته في الغربال، وعاوتاني نعمل الكاس الثاني حتى هو غادي ندوزو ان شاء الله في الغربال، وغادي نزيد هاد الحكه ديال لارانخا ديال التين. تقدروا حتى اللي ما بغاش يعمل كاس ديال الحليب يعوضوا بكاس ديال العصير ديال التين، كتجي روعه. هاد حليوه قديمه من الزمن الجميل، انا زدت لها غير فيديو ديال الشوكولاتي من الداخل، يمكن لكم تعملوها بلاش اولا تزيدوا الشوكولات مقطع اولا تزيدوا شويه ديال القرقع، حتى هو كتعطيها واحد النكهه يعني كتكون مزيونه. المهم انا كنقول لكم دائما انا كنعطيكم هذا، وانتم تزيدوا ولا تنقصوا على حسب الامكانيات وعلى حسب الكوزينه، قبل ما يضغطش على نفسه. هنا انا كنزيد هاد فيديو ديال الشوكولاتي، انا قلت لكم اي حاجه عندكم راه تقدروا تزيدوا، ديروا جوج كيسان ديال الطحين الارب وديك الربيع اللي باقي تزيدوها وتكوكو حتى هو، لان انا زوقتها من الفوق بالكوكو. المهم نتوما هذاك الشيء على حسب الافكار ديالكم او على حسب الموجود اللي عندكم في الدار. هنا انا عملتها في هذه اللاطه، غير الخطا الوحيد اللي عملته انني ما طرحتها شي كامله، عملت غير نص في اللاطه، جاتني شويه غليظه، كان خصني نعملها كامله باش كتجي شويه فينا. عملت على فران سخون 180 درجه العافيه غير من التحت، تشبرت راسها وعملت العافيه من الفوق ومن التحت، لان انا عندي الفران ديال الفرفاره داغت تحمرات، ما عذبتنيش فاش ملي حيدتها، ما تهرست ما حتى شي حاجه. لو كان جات فينا كنت نقدر نعملها كيك رولي، ولكن المهم مره اخرى ان شاء الله نطلبوا الله غير الصحه والسلامه والعمر طويل، ونوجدوا معكم لمالا ان شاء الله، احنا مستمرين مع بعضياتنا. الله يعاون الجميع يا ربي، واللي ناوي شي حاجه في خاطره الله يوصلوا ليها، والله يرحم الوالدين اللي ماتوا موتنا جميع، واللي عنده والديه باقي بالروح ربي يخليهم له. نقول لكم تهلاو في وليداتكم، في والديكم كما كتهلاو في وليداتكم، تهلاو في والديكم، لان الموت معانا والفراقه في الدنيا. واللي كيقول لكم اللي كيقول قضيه الفراق ديال الوالدين غير اللي هو مجربها وعارف الحرقه ديالها، والله يصبر اللي توفاو لوالديه، يرزقهم الصبر ويرحم الوالدين ويعطيهم ربي الفردوس الاعلى، والله يعاونكم على وليداتكم كاملين. كنتمنى الناس اللي دخلوا عندي وعجبتهم القناه يعملوا لايك، واللي ما عجبتوش يدير ديسلايك، الدنيا هانيه والمهم هي المشاركه. وكنتمنى لكم يا ربي اللي نوا شي حاجه في الخطر ديالو الله يوصلوا ليها. انا ملي كنبدا نسجل ما كنعرف راسي شنو كنقول، خاصكم كتلف مره. المهم قبلوا عليا هذا المونتاج ديالي، التصوير ديالي، كلشي خاص بيا الحمد لله، انا ترونفرت وليت النيميرو رقم واحد، بقيت كنعرف كلشي. المهم هنايا ملي دهنتها من التحت وعملت وحده فوق وحده، عاود دهنتها من الفوق بالميلاده، انا كنرش عليها شويه ديال الكوك وغادي نقطعها. وهنا المشغبه ديال الشات كتروني، وانتم ملي تقطعوا على ديك الطرفين ما تسيبوهمش، يعطوهم لوليداتكم، انا كنقطعهم كنعطيهم للشات كتهزهم. المهم بنيتي منساني يا ربي يحفظ لي بنياتي، قال لك اللي عنده ثلاثه د البنات ورباهم احسن تربيه، ابن له سيدي ربي قصر في الجنه يا ربي الحبيب، راه احسن خلفه عن تجربه والله العظيم، خلفه البنات ما كايناش بحالها في وجه الدنيا. كانت كتقولي عقوسي الله يرحمها مسكينه، كانت كتقولي خلي ملي كنت انا ولدت الولد الاول والثاني، كتقولي ما نزغرتش عليهم، ونهار اللي خلقت لي البنت الثالثه خدات كتزغرت، والله العظيم كنقولي انا يا، ولكن حتى الانسان كيجرب عاد كيعرف بحق داك الشيء بالاحساس اللي كيحسوه الوالدين. الحمد لله والشكر لله مع وليداتي عايشه احسن، وما ربي يخلي لي سيدي زماني مفششني ومهلي فيا، والحمد لله هو السند ديالي بعد والديا
احسن سند والله العظيم بعد الله سبحانه وتعالى، هو الزوج ديالي اللي ما نقولكمش لو كما كانش هو ما نعرفش منو كان غادي يجرى فيا. الحمد لله والشكر لله، ما نزيدش ندقص لكم القلب ديالكم. هادشي اللي كاين كنتمنى لكم يا ربي. المهم كان هذا هو الفيديو اليوم، كنتمنى يكون خفيف ظريف عليكم، وخليتكم في رعاية الله، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.